كلما تكلمنا في كلام الله هذا روضة من رياض الجنة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده. فهنا الجمرة الصغرى من ثم الجمرة الوسطى وكذلك الجمرة الكبرى. أنت الآن تحدد أي مسار بتسلك بأي جور كذلك بترمي. شوف هذا صناديق كبار هذا سلالم كهربائية في فتح اليوم الحج. أي مسار تريد تسلك تطلع فوق اللف ومن ثم اسلك ثاني. باب الدور الثاني الثالث الرابع على كيفك باب في الارض على كيفك كذلك ولكن هذا مقام الكاميرات هذه الكاميرات الله تعالى هذه مكان الكاميرات وما هي اعمال الحج راح يعمل الحاج في فتره الحج اسال الله يبلغكم ويوفقكم وتاتوا لهذه الفريضه ان شاء الله تعالى الانسان لما ياتي لفريضه الحج كما قلنا ما سيأخذ مبلغ من البنك وانا اروح الحج لا آية واضحه من استطاع اليه سبيلا ما بتسلف مع سليمان طيني مبلغ اروح الحج اي انسان كان نيته اني ياتي الحج يكتب وصيته في البيت انت كان نيتك ما عندك الماديه الان ولكن ان شاء الله باغي نيتك تاتي حج فاكتب الوصيه في بيتك سواء رجل او امراه سواء طفل صغير او كبير ولكن عندك شيء مقابل عندك مال عندك بيت عندك ارض يا اولادي يا اخواني الى مت ان شاء الله بعتدك الارض طلع منها مبلغ وحج عنه فمن امر بها كانه اداها في حياته يعني لما انا امر بها كانه اديك في حياته ولكن الانسان لو ما امر بهذه الحجه فالاجر للشخص راح ياجر عنه بهذه الحجه ولكن حتى انتم الان جايين عمره يكتب طلب انك تكتب وصيتك في البيت ما هي وصيتك انا لي فلوس مع سليمان انا لي فلوس على سليمان انا لي فلوس مع فلان انا تكتب الوصية هل واحد منكم الآن يعرف يرجع لأهله لأولاده؟ لا يا أخوان ما واحد يعرف منكم الآن أبدا كل يوم في كل صلاة صلي على إيش؟ على الأموال قام السابقون ونحن شوف أخواني كما بلغناك احنا قبل 3 أسابيع أحد الأخوة في نفس الفندق انصحب يطوف آخر طوف الشوط السابع عماني وأدركه الموت جاءت الموت في ذاك المكان ما كمل السعي ودفننا في مكة المكرمة ما مكتوب له خلاص قلت الآن ما معروف الواحد في أي أرض ما يموت وفي أي موضع كان الله أعلم صح ولا ما صح يا أخوان أنت استعدت للموت اليوم ما تقول أنا طفل صغير يا أخي بعدني ما بموت أنا بنت شباب ما بموت لكن لأجل يمكن تموت قبل أمك قبل أبوك قبل أخوك أكبر قبل أختك تعال تعال علي جبنا سكين من هذا ولا اعطيت بمها ايوه يا علي يا علي مبروك مبروك عيد وطني مبروك على العيد الله يديم عمان امين امين يا بحرين بعد اربع ما حد هنا بس